بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2016 تأسس مكتب نقابة أرباب والشاحنات الكبيرة والصغيرة بالجهة الشرقية بمقر النقابة الاتحاد العام للشغالين بجردة. وقد حضر هذا المؤتمر إطارات سياسية ونقابية وجمعوية وجمعوية وحقوقية، وفي هذا الإطار تحت إشراف كذلك مع الأخ المناضل أحمد عالم الكاتب الوطني للاتحاد العام الشغالين للشاحنات، وكذلك حضر معنا الكاتب الجهوي للكبيرة والصغيرة، وكذلك الإخوة الكتاب الإقليميين للطاكسيات الكبيرة والصغيرة بإقليم توريت وجردة والناظور. المؤتمر هذا ناجح بامتياز، وهذا ما حققته الآن اليوم هذا النهار اليوم